بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهر الداهرين آمين. كتابنا المقدس هو الكتاب الذي وهبنا الله إياه، فهو كنز الكنوز، هو كتاب الله الوحيد الفريد الذي ليس له قط نظير، هو نتاج عمل إلهي وبشري في آن واحد، عمل مشترك بين الله محب البشر وبين الإنسان. كتبه رجال الله القديسون مسوقين من الروح القدس، فهو الكتاب الوحيد ذو الطبيعة المزدوجة، طبيعة إلهية كاملة وطبيعة بشرية كاملة. سفر أشعياء، هل هو كلام الله أم كلام أشعياء؟ الاثنين مع بعض، هو كلام ربنا وكلام أشعياء. إنجيل متى، هو كلام ربنا ولا كلام القديس متى؟ الاثنين مع بعض. كتابنا المقدس هو الكتاب الوحيد الذي عرفنا أصلنا، من أين أتينا، وما هو مصيرنا، وما هو بينهما. حكى لنا عن خلق الله للإنسان الأول آدم وحواء، حكى لنا عن قصة سقوطنا، حكى لنا عن تعهد الله لنا بالأنبياء والناموس والمواعيد، حكى لنا عن تجسده وموته عنا وكيف وفى حكم الموت الذي كان علينا، بالموت داس الموت. حكى لنا عن قيامته من بين الأموات وقيامتنا معه، حكى لنا عن صعوده إلى السماوات وكيف منحنا الله وزنات لنتاجر ونربح بها، وسيأتي ويأخذنا إلى ملكوته لنكون معه كل حين. كتابنا المقدس هو الكتاب الوحيد الذي حوى نحو 1500 نبوءة حقيقية وصادقة، تحقق منها الكثير وبقي منها القليل. كتابنا المقدس هو الكتاب الوحيد الذي ينفرد بعدد ضخم لا مثيل له من المخطوطات، من جهة العدد ومن جهة قدم الزمن. نحن نمتلك أكثر من 25,000 مخطوطة للعهد الجديد، أقدامها يرجع إلى القرن الثاني الميلادي، ونمتلك الكثير من مخطوطات العهد الجديد، ولا سيما بعد اكتشاف مخطوطات وادي قمران، بعضها يرجع للقرن الثالث والثاني قبل الميلاد. كتابنا المقدس هو أكثر كتاب انتشر في العالم كله على مدار التاريخ، ترجم إلى مئات اللغات، بلغت للآن نحو 2000 لغة ولهجة، وأصبح متاحا إلى نحو 84% من سكان العالم. كتابنا المقدس أكثر كتاب انشغل به الإنسان على مدار التاريخ البشري، سواء دراسة، شرحا، تفسيرا، أو هجوما، قدحا، ذما. فلم يلقى كتاب على مدار التاريخ هجوما شرسا مثلما لاقى كتابنا المقدس، وعلى صخرته الخالدة تحطمت سيوف الملوك والأباطرة
وأحلام الفلاسفة وأقلام النقاد، وظل صامدا شامخا أنه نور ومنارة، نار ومطرقة، ذهب وإبريز، سراج وضياء، عسل وشهد، سلام وأمان، سماء وخلود. يسر أسرة العذراء مريم وماري مرقس للعقيدة بكنيسة القديسين ماري مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية أن تقدم منهج عقيدتنا المسيحية حول الكتاب المقدس، هل يعقل تحريفه، للصف الرابع الابتدائي، ويعاد بصورة أوفى وأشمل وأعمق للصف الأول الإعدادي بمعدل مرة شهريا على مدار 6 أشهر، أكتوبر نوفمبر ديسمبر، بنريح في يناير عشان عيد الميلاد والغطاس، ناخد فبراير ومارس، بنريح أبريل عشان عيد أسبوع الآلام والقيامة، وناخد مايو، دول 6 أسابيع، والصيف بنسيبه المهرجان الكرازة. المنهج يشمل 6 دروس. الدرس الأول فكرة عن الكتاب المقدس تشمل الزمان والمكان والكتاب. الدرس الثاني فكرة عامة على الكتاب المقدس تشمل الأسفار والتدرج والتأثير. الدرس الثالث أيضا فكرة عامة على الكتاب المقدس وتشمل الانتشار والصمود. أما الدرس الرابع فهو شهادة النبوات للكتاب المقدس، والدرس الخامس شهادة المخطوطات للكتاب المقدس، والدرس السادس والأخير هو 5 أدلة على استحالة تحريف الكتاب المقدس. نبدأ بالدرس الأول اللي هو فكرة مبسطة عن الكتاب المقدس من خلال الزمان اللي اتكتب فيه الكتاب المقدس، المكان أو الأماكن اللي اتكتب فيها الكتاب المقدس، وأيضا من خلال الكتاب، كم كاتب كتبوا الكتاب المقدس. أستاذ جورج أهلا بيك معانا، تصوني فايزة أهلا بيكي، الأستاذة بنوب أهلا بيك. ممكن حضرتك تكلمنا عن الزمان بتاع اللي اتكتب فيه الكتاب المقدس كله، عهد قديم وعهد جديد، استغرق قد ايه في كتابته؟ اي كتاب في العالم ممكن نقول يستغرق مثلا سنه او 3 سنين، طب نقول 5 سنين، طب 30 سنه. 30 سنه لما هيعمل موسوعه بقى، ده هيعمل يعني كتاب كبير. كتاب كبير جدا. طيب الكتاب المقدس بتاعنا استغرق اكتر من 1500 سنة. الكتاب المقدس بيبتدي بسبع عهدين، عهد قديم عهد جديد، يبدأ بسفر التكوين وينتهي بسفر الرؤية. اول واحد كتب في الكتاب المقدس كان موسى النبي. موسى النبي كتب سنة 1450 قبل الميلاد، يعني في القرن ال15 قبل الميلاد تقريبا، منتصف القرن ال15، 1450 قبل الميلاد. موسى النبي واحد. موسى النبي. موسى النبي كتب ايه؟ موسى النبي كتب 5 أسفار، نقولهم كده مع بعض: تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية. 5 أسفار. 5 أسفار. طيب اخر واحد كتب في الكتاب المقدس كان مين؟ يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب كتب تقريبا سنة كام؟ طبعا كتب سنة 96 ميلادية. خلي بالنا ان موسى النبي كتب 1450 قبل الميلاد، ويوحنا الحبيب كتب سنة 96 ميلاديا. وكم سفر؟ طيب تمام كده، لو نيجي نقارن هنلاقي ان يوحنا الحبيب برضه كتب 5 أسفار. ايه هما؟ انجيل يوحنا، رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الثانية، رسالة يوحنا الثالثة، سفر الرؤيا. 5. بموسى كتب 5،
وحنا برضو كتب خمسة. أول واحد كتب موسى. وآخر واحد كتب مين؟ يوحنا. ده كتب خمسة وده كتب خمسة. لو جينا حسبنا فرق الزمن ما بين أول واحد اللي هو موسى سنة 1450 قبل الميلاد وآخر واحد اللي هو يوحنا الحبيب اللي هو 96 ميلادية، هنلاقي الفرق حوالي 1546 سنة تقريبا. يعني أكتر من 1500. يعني بالظبط كده أكتر من 1500 سنة. أكتر من 1500 في كتاب في العالم اتكتب في خلال 1500 سنة؟ مستحيل، مفيش. هو الكتاب الوحيد، هو الكتاب الوحيد الفريد الذي ليس له قط نظير. بالظبط، فالكتاب المقدس مالوش قط نظير زي ما حضرتك قلت، مفيش كتاب في العالم زي الكتاب المقدس. طيب ايه هو بقى معنى كلمة سفر؟ احنا عمالين نقول موسى النبي كتب خمس اصفار، يوحنا الحبيب كتب خمس. طب ايه هي معنى كلمة سفر؟ شغال نوبي جو. اعتقد معنى كلمة سفر يعني كتاب. كتاب كتاب، يعني كده نقدر نقول ان الكتاب المقدس بتاعنا هو كتاب الكتب. كتاب الكتب. ليه طب سميناه كتاب الكتب يا استاذ جورج؟ لانه هو بيتكون من مفهوش كتاب واحد. مفهوش كتاب واحد، بيتكون من مجموعة كتب. كم كتاب؟ كم كتابة السنة فايزة؟ 73 كتاب. كم كتاب؟ 73 كتاب. 73 كتاب. بيتقسموا عهد قديم وعهد جديد. تمام. طيب في حاجة بقى جميلة قوي نقدر نقولها، هل الكتاب المقدس اتكتب في وقت واحد أو ولا في زمن واحد؟ الكتاب المقدس اتكتب شيئا فشيئا، يعني نقول موسى الأول كتب، يجي بعديه يشوع. يعني أول واحد كتب موسى. أول واحد كتب موسى، احنا اتفقنا. اللي بعده خليفة موسى يشوع. يشوع بن نون، مش كده كتب ايه؟ سفر يشوع، كتب سفر يشوع. وبعد كده جه مين؟ جه صموئيل وداوود وسليمان. وبعدين الانبياء الكبار اللي هو اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، بعد كده الانبياء الصغار، بعد كده دخلنا في العهد الجديد. طول السنين دي كلها الكتاب المقدس بيتكتب، كل شويه يزيد سفر يزيد سفر سفر الى ان اكتمل الى 73 سفر. الجميل بقى يا استاذ حلمي في الكتاب المقدس ان رغم قدم الكتاب المقدس الا ان هو كلمته حيه وفعاله. كل الكتاب المقدس بتاعنا كل يوم بنقراه، يعني لو جينا مثلا سفر المزامير كتب بقاله قد ايه؟ كام سنه؟ 3000 سنه. حوالي 3000 سنه. 3000 سنه. حوالي 3000 سنه. اي واحد فينا النهارده لما بيقرا مزمور واحد بيتعزى بيه او بيفرح بيه، فكلمه ربنا حيه وفعاله. الكتاب المقدس كمان اكتر حاجه بتعجبني انا شخصيا فيه ان هو ينفع لكل الطوائف، لكل الاعمار. كل الاعمار ينفع للفيلسوف، ينفع لكل الاعمار، ينفع لكل الاعمار. ينفع لكل الاعمار. الانسان مثقف، الصغير والكبير. يعني الصغير مثلا يلاقي في ايه؟ قصص، القصص، المعجزات. الكبير بياخد التعليم، مش كده؟ الفيلسوف يحس انه واقف على ايه؟ شط محيط لا نهائي، يعوم فيه زي ما هو عاوز بقى، من خدنا ما بينفس لا ينفذ. صح. الانسان البسيط بسيط كمان بيفهم. بيفهم كلمه بسيطه وممكن يحفظ ايه بسيطه من الكتاب المقدس تعزيه. فالكتاب المقدس كتاب الكتب، الكتاب المقدس كلمته حيه وفعاله في كل وقت وفي كل مكان. حد من القديسين قال المعنى ده؟ في القديس غرغوريوس الكبير قال مقولة جميلة قوي، قال ايه؟ في كتاب الله نهر فيه يمكن ان يعوم الفيل كما انه يمكن ان يعبره الحمل الصغير. عبارة حلوة، نقولها مع بعض يا جماعة. كتاب الله نهر فيه يمكن ان يعوم الفيل كما انه يمكن ان يعبره الحمل الصغير. يبقى كده خدنا فكرة مبدئية عن الزمن اللي اتكتب فيه الكتاب المقدس. نيجي بقى للمكان بتصنع فايزة. المكان، هل الكتاب المقدس اتكتب في مكان واحد؟ لا. ولا دولة واحدة؟ ولا بلد واحدة؟ ولا قارة واحدة؟ ولا قارة واحدة. امال اتكتب في ايه بقى؟ هو في الحقيقة الكتاب المقدس ولا كتب في قارة واحدة ولا دولة واحدة ولا بلد واحدة. هو اتكتب في الثلاث قارات اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، دي اللي كنا بنسميهم
العالم القديم. كان لسه ما اكتشفوش لا امريكا الشماليه ولا الجنوبيه ولا استراليا ولا حاجه. دول اللي هم قارات العالم القديم هم دول بيبقوا كانوا حته واحده مع بعضهم يعني. يعني اتكتب في اماكن متفرقه مختلفه بعيده تماما عن بعض. طب ممكن تدينا امثله على كده؟ يعني مثلا موسى النبي سنه 1450 ده اول واحد كتب. ده اول واحد زي موسى جورج إيل كتب. كتب في سنه 1450 قبل الميلاد. ده كتب في صحراء سيناء. وموسى النبي اتولد في مصر. طبعا اتولد في مصر. وقعد 40 سنه في قصر فرعون. و40 سنه يرعى الغنم لوحده و40 سنه لما قاد الشعب وختم حياته في صحراء سيناء لما يدخل ارض ايه الموالي. يبقى كتب الخمس اسفار بتوعه فين؟ في مصر. في ارض سيناء. ما عدا الاصحاح الاخير من سفر التثنيه اللي هو خبر موته، ده كتبه يشوع بعد موته وارفقه بالاسفار بتاعته عشان تبقى سيره القديس موسى تبقى كامله. مين تاني غير موسى النبي؟ في يشوع اللي هو جه بعد موسى دوت كتب في ارض فلسطين. صموئيل، داود وسليمان دول برضو كتبوا في ارض فلسطين برضو. بعد كده هو الجنبة اللي هم انبياء السبي اللي هو دانيال وحزقيال. السبي فين؟ سبي بابل. بابل قعدوا كم سنه في السبي؟ 70 سنه. 70 ايه؟ سنه. وكان معهم اثنين من الانبياء اللي هو مين؟ دانيال وحزقيال. مين النبي انبياء السبي؟ دانيال وحزقيال او حزقيال ودانيال الاثنين. فدول كتبوا فين؟ كتبوا في ارض بابل. حزقيال كتب سفره ودانيال كتب سفره في ارض ايه؟ بابل. طبعا ومال مرقس كتب في مصر. كتب في روما انجيله وجاء كمله في مصر. في مصر. وعندنا بولس الرسول كتب في روما ودول اوروبا. على فكره بولس الرسول في السجن الاول كتب اربع رسائل. نسميهم رسائل ايه؟ رسائل السجن. سميهم رسائل ايه؟ رسائل السجن. اللي هم ايه؟ افسس، فيليبي، كولوسي، فيليمون. نقولهم تاني. افسس، فيليبي، كولوسي، فيليمون. وفي السجن الاخير قبل استشهاده كتب لتلميذه تيموثاوس الرساله الثانيه. الرساله الثانيه لما الوقت الحلالي قد حضر. واخر واحد طبعا كتب زي ما استاذ جورج قال يوحنا، بس كتب في جزيره باتموس. في جزيره باتموس هو سفر الرؤيا. لما كان منفي في هذه الجزيره. مش كده؟ ربنا حب يعزيه. طيب الكتاب استاذ ابانوب تكلمنا عنهم شويه، اللي كتبوا الكتاب المقدس. كتاب يعني الكتبه، مش كده؟ ناس كتبوا رجال الله القديسون اللي كتبوا الكتاب المقدس، كان عددهم ايه ومعيشتهم ازاي واعمارهم وثقافتهم وازاي كتابتهم تطلع ميه واحده بدون اي تناقض ولا تشويش ولا لخبطه. هو ده العجيب في كتابنا المقدس. اللي كتب الكتاب المقدس مش كاتب او اثنين او ثلاثه، 40 كاتب كتبوا الكتاب المقدس، 8 منهم في العهد الجديد و32 كاتب للعهد القديم. وبالرغم من ده كل الكتابات متناسقه. مش بس كده، عمرهم كمان ما كانش عمر واحد، منهم الشاب ومنهم المتوسط العمر ومنهم الشيخ العجوز زي موسى النبي والقديس يوحنا الحبيب. طيب انت قلت كم كاتب كتبوا العهد الجديد؟ 8 كتاب كتبوا العهد الجديد. ممكن سالين مش كده؟ ايه هم 8 كتاب مع بعض؟ متى، مرقس، لوقا، يوحنا، بولس الرسول، يعقوب، بطرس الرسول، يهوذا الرسول. طيب يعني 40 واحد اللي كتبوا، مش كده؟ 40 كاتب. طيب مين كتب خمس اسفار؟ زي ما استاذ جورج قال لنا في 2 كتاب ليهم خمس اسفار. مين ومين؟ اول كاتب واخر كاتب القديس موسى النبي. كتب خمس اسفار، والقديس يوحنا الحبيب كتب خمس اسفار. طيب مين كتب سفرين في العهد الجديد؟ عندنا موسى، بطرس، ومين تاني؟ لوقا. ولوقا. بطرس كتب ايه؟ رسالة بطرس الأولى ورسالة بطرس الثانية. ولوقا كتب إيه؟ إنجيله. إنجيله وسفر إيه؟ أعمال الرسل. الكتاب عاشوا في زمن واحد أستاذ جورج؟ لا طبعًا. قلنا عاشوا على مدار إيه؟ سنين طويلة جدًا، أكتر من كام؟ 1500 سنة. كان عمرهم متقارب يا أستاذ أبانوب؟ لا بالعكس، كان في منهم تفاوت كبير في العمر. تفاوت كبير في العمر. هل كانت أعمالهم واحدة؟ حتى أعمالهم كانت مختلفة، منهم الأعمال البسيطة ومنهم الاعمال الكبيره. يعني منهم حد كان ملك، ملك ابن ملك زي سليمان سليمان الحكيم.
طيب مين كان راعي اغنام وموسيقار وشاعر ومقاتل ومقاتل وبعد كده بقى ملك؟ داود النبي. طب مين منهم كان رئيس وزراء؟ دانيال حسابي رئيس وزراء. طب مين كان ساقي ملك فارس؟ نحمان. مين كان جاني جميز؟ عموس النبي. مين صياد سمك؟ بطرس واخوه دراوس ويعقوب واخوه يوحنا بن زبدي. أربعة. مين كان طبيب ومؤرخ وفنان؟ قديس لوقا. مين كان مأمور ضرائب؟ متى. إذن أعمالهم مختلفة. أعمارهم مختلفة. ثقافتهم مختلفة. أزمنتهم مختلفة. عايزين نتصور كده أستاذ بنوب، لو إحنا جبنا مجموعة من ابتدائي، مجموعة من ثانوي، مجموعة من أساتذة الجامعة. منهم ناس من أعماق الصعيد، وناس من إسكندرية، وناس من أمريكا، وناس من أوروبا. ونقلب اكتبوا لنا في موضوع واحد حوالين موضوع معين مثلا، ماشي؟ هل كتابتهم ممكن تطلع متناسقة؟ مستحيل طبعا. مش كده؟ ليه؟ فكرة مختلفة وفكرتهم والثقافة مختلفة والعمر كمان مختلف والأعمار مختلفة، مش كده؟ الزمن اللي عاشوا فيه كان طيب مختلف. طيب نيجي بقى هنا للسر. إيه السر العجيب بتاع الكتاب المقدس؟ إن رغم الإنسان البسيط كتب، والفيلسوف زي بولس الرسول كتب، والحكيم زي سليمان الحكيم كتب، والرئيس الوزراء كتب، والدكتور كتب، كل دول كتبوا، وطلعت كتابتهم كلها ماشية مع بعض، متناسقة، متوافقة، مية واحدة. إيه السر في الموضوع ده أستاذ بنوب؟ الروح القدس. الروح القدس، ماله الروح القدس؟ الكاتب ما بيكتبش من ذهنه فقط، أو الكاتب ما بيكتبش الكتاب شخصي ليه. طيب مين اللي بيرافقه في الكتابة؟ روح الله وروح القدس. بص يا أستاذ جورج، الروح القدس أول نحن لا نؤمن بعصمة أي إنسان، يعني أي إنسان مش معصوم بالخطأ، مش كده؟ حتى لو كانت حياته يوم زي ما أبونا بيقول في رشيد الراقدين، وداود النبي يقول وإذا بالأسام حبل به والخطية ولدتهم. لكن نؤمن بعصمة الإنسان في حالة واحدة فريدة، إمتى؟ أثناء تسجيل الكتاب المقدس. بيعمل إيه روح الله القدوس؟ من أول ما الكاتب يمسك القلم، روح ربنا ينير ذهنه، يرشده، يعصمه من أي خطأ، يعرفه حاجات هو مش عارفها، أيضا يساعده على انتقاء الألفاظ اللي بيكتب بيها. عشان كده الكتاب المقدس كتاب مؤدب جدا جدا جدا. بعد ما الكاتب ساب القلم رجع لطبيعته العادية، ممكن يغلط أو ممكن يغلط، لكن أثناء تسجيل الأسفار المقدسة ممكن الكاتب يغلط؟ ممكن؟ مستحيل. طيب عشان كده بنلاقي الكتاب المقدس بتاعنا منسجم، مترابط، متوافق، متناسق الى اخره. هسأل سؤال تاني يا استاذ بنوف في الكتاب. هل معنى كده كل الكتاب قديسين، مش كده؟ كلهم قديسين. كلهم قديسين. معنى انهم قديسين يعني مفيش حد منهم غلط خالص؟ لا طبعا، احنا لسه قايلين ان مفيش حد بدون خطيه، حتى لو حياته يوم واحد على الارض. خطيه الكاتب لا تمنع انه عصمته اثناء كتابه الكتاب، لان الروح القدس بيرافقه. وربنا ما بياخدش حياه الانسان بالقطعه، يعني مش عشان داود غلط مره يبقى خلاص داود اترفض. لا، الحاجه الغريبه ان الناس بيركزوا قوي على خطيه داود، بيغمضوا عينيهم على توبة داود. ده هو غلط مرة واحدة وكل ليلة يبلل فراشه بدموعه، وصارت توبة داود مضرب الأمثال على مدار التاريخ والأجيال. فإذا معنى أنهم قديسين أنهم أرضوا الرب، أرضوا ربنا في مجمل حياته، مجمل حياته، وليس معنى كده أنهم بلا بلا خطية. داود النبي قال إيه تاني؟ هانذا بالاسم صورته وبالخطية حبلت بهم. مزمور 51:5. كمان الكاهن بيقول فانه ليس احد طاهرا من دنس حتى ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. في بيقولها فين دي؟ دي بيقولها في وشيت الرقديم. وشيت الرقديم في العشية، في العشية وحين الصبح.
جميع الكتاب قديسين أرضوا الرب بحياتهم إيه؟ الصالحة. هنراجع الدرس مرة تانية عن طريق الصور من الكتاب. ادي كتابنا المقدس في عهد قديم وعهد جديد. اول سفر اتكتب في الكتاب المقدس يا استاذ جورج سفر التكوين، واخر سفر اتكتب ايه؟ سفر الرؤيا. بين التكوين وبين الرؤيا حوالي كم سنه؟ حوالي اكتر من 1500 سنه. اكتر من 1500 سنه. اول واحد كتب مين؟ موسى النبي. كتب سنة حوالي سنة كام؟ حوالي سنة 1450 قبل الميلاد. كتب كم سفر؟ كتب خمس أسماء. نور مع بعض. تكوين، ورود، لاويين، عدد، تثنية. آخر واحد كتب؟ آخر واحد كتب كان يوحنا الحبيب. سنة كام؟ سنة 96 ميلادية. كتب كم سفر؟ كتب خمس أسفار برضه. نور مع بعض. إنجيل يوحنا، رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الثانية، رسالة يوحنا الثالثة، سفر الرؤيا. القديس غرغوريوس الكبير قال قول جميل جدا، نرى مع بعض. كتاب الله فيه يمكن أن يعوم الفيل كما أنه يمكن أن يعبره الحمل الصغير. نيجي لمكان توسن فايزة. المكان قلنا اتكتب في كم قارة؟ ثلاث قارات، العالم القديم، العالم القديم آسيا وأفريقيا، آسيا وأوروبا. أفريقيا وأوروبا. تمام. موسى النبي كتب فين؟ صحراء سينا. صحراء سينا. يشوع كتب فين؟ يشوع في فلسطين. وصموئيل وداود. هنلاقي صموئيل وداود وسليمان برضو في فلسطين. مين كتب في بابل؟ دانيال وحزقيال. دانيال وحزقيال اللي هي العراق دلوقتي. في العراق. مرمولوس كتب فين؟ في مصر. في اسكندرية. مش كده؟ بولس الرسول كتب فين؟ في روما. في روما ودول تاني. بلاد تاني في اوروبا. يوحنا الحبيب كتب فين؟ في بطمس. نيجي للكتاب السوزابانوك. تمام. دانيال النبي كان شغلته ايه؟ دانيال كان رئيس وزراء. كان رئيس وزراء. رئيس وزراء. اللي بعده داوود كان ايه؟ داوود كان راعي غنم. كان كذا حاجه. بالظبط. ايه هو؟ كان راعي غنم. كان مرتل. مرتل. كان ملك. ملك. موسيقار. موسيقار طبعا. موسيقار الى اخره. نحاميا كان ايه؟ ساقي الملك. اي ملك؟ ملك فارس. ملك فارس. مملكة فارس جت بعد مملكة بابل. عموس النبي كان شغلته بسيطة، كان جاني جميز. جاني جميز. سليمان ملك ابن ملك. ملك ابن ملك. موسى النبي. موسى النبي كان راعي غنم. راعي غنم وتحكم بحكمة قدماء المصريين، تهزى بحكمة قدماء المصريين لمدة 40 سنة، كان عايش في قصر فرعون. متى الإنجيلي كان عشار. 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 بطرس الرسول كان صياد سمك. كان صياد سمك. طيب في سؤال هنا يا استاذ بنوب بيقول ايه؟ كيف نقبل كتابات هؤلاء؟ ازاي نقبل كتابات موسى اللي قتل وداود اللي زنى وقتل، بولس الرسول اللي اضطهد الكنيسه بفرات؟ ايه اجابه هذا السؤال؟ ان احنا ما بناخدش حياتهم بالقطع او بالموقف المعين. احنا بناخد مجمل حياتهم، حياتهم بالكامل ارضه الرب. طب وهم قدموا توبه ولا ما قدموش توبه؟ قدموا توبه قويه. كلهم قدموا ايه؟ توبه. يبقى نمره واحد تابعوا عن خطاياهم حياتهم. ايه الصوره دي يا استاذ منون؟ ده داوود الملك، ومين اللي جاي يكلمه ده؟ ناسان النبي. ناسان، ناسان ايه؟ النبي. النبي جاي يقول له لما حكى له المثل بتاع الغني والفقير اللي معاه واحد معاه غنم واحد معاه 100 ايه؟ غنم. طيب هنا الروح القدس بيعمل ايه؟ يرافق الكتاب اثناء ايه؟ كتابة. اثناء كتابتهم. نجاوب على اسئله الدرس الاول. اول سؤال، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. أستاذ جورج تفضل السؤال الأول. لا يوجد كتاب في العالم كله استغرق في كتابه 200 سنة. في كتابته 200 سنة. 200 سنة. لا يوجد كتاب في العالم. لا، في طبعا الكتاب المقدس استغرق كام؟ أكثر من 1500 سنة. سوني مونيكا. يبدأ الكتاب المقدس بسفر التكوين وينتهي بسفر ملاخي. غلط. غلط.
ليه؟ ايه اللي بدا بالتكوين وانتهى بملاخي؟ العهد القديم. لكن الكتاب المقدس بدا بالتكوين وانتهى بايه؟ بسفر الرؤيا. ثلاثة سوني فايزة. معنى كلمة سفر أي كتاب صح؟ صح مش كده؟ أستاذ أبانو. الكتاب المقدس جديد كل يوم يناسب جميع الأعمار وجميع الثقافات. صح 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 صح. أستاذ جورج. كتب كل من القديس لوقا والقديس بطرس سفرين في العهد الجديد. صح صح. السؤال الثاني اكمل العبارات الآتية. تصوني مونيكا. يبدأ الكتاب المقدس بسفر ايه؟ التكوين. وينتهي بسفر ايه؟ الرؤية. الرؤية. تصوني فايزة. يشمل العهد القديم كام سفر؟ 46 سفر. والعهد طب يا ريت لو قلنا 39 سفر يبقى احنا مش مظبوط، يبقى شلنا ايه؟ الاسفار القرنية الثانية. والعهد الجديد كام سفر؟ 27 سفر. استاذ ابانو كتب موسى نحو سنة 1450 قبل الميلاد ولا ميلادية؟ قبل الميلاد. قبل الميلاد. استاذ جورج. كتب دانيال سفره في بابل. سفره يعني اللي هو سفر دانيال اتكتب فين؟ بابل. مين تاني كتب في بابل؟ حسكيال. يعني سفر حسكيال وسفر دانيال اتنين كتبوا في بابل. سون مونيكا. كتب يوحنا ايه في جزيرة باطموس؟ سفر الرؤيا. سفر الرؤيا. السؤال الثالث اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أول سؤال سون فايزة. كتب الكتاب المقدس خلال فترة 200 سنة ولا 500 سنة ولا 1500 سنة؟ 1500 سنة. 1500 سنة. استاذ بنوب كتب موسى سبعة ولا خمسة ولا ثلاث أسفار؟ خمس أسفار. خمس أسفار. استاذ جورج آخر من كتب في الكتاب المقدس يشوع ولا ملاخي ولا يوحنا؟ يوحنا. يوحنا. استاذ مونيكا كتب الكتاب المقدس في فلسطين فقط ولا في ثلاث دول ولا في آسيا وأفريقيا وأفريقيا وأوروبا؟ آسيا وأفريقيا وأوروبا. تسون فايزة عدد الكتاب الذين كتبوا الأسفار المقدسة 100 ولا 40 ولا 75؟ 40 كاتب. 40 كاتب. ولله كل مجد وإكرام الآن والأبد. آمين.